السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في المحاضرة الأخيرة من الشق الأول المتعلق بالprobability والrandom variables. في محاضرة اليوم إن شاء الله أو الأجندة الخاصة بمحاضرة اليوم حنتكلم فيها على موضوعين رئيسيين. الموضوع الأول اللي هو limit theorems، والموضوع الثاني اللي هو transformation of random variables. في الليمت ثيرم إن شاء الله حنتكلموا على ثلاث نظريات مهمة. النظرية الأولى نسمو فيها Central Limit Theorem، وهذه مهمة جدا. وبعدين عندنا الديموفري لابلاس ثيرم، وأخيرا عندنا اللي هو البينوميال تو بوسون أبروكسيميشن. هذين هن الإيش الليمت ثيرم اللي حنتحدثوا عليه إن شاء الله في محاضرة اليوم. هي نظريات تقريب، أولهن بإذن الله حنبدأ فيها اللي هي Central Limit Theorem زي ما تشوفوا أمامكم. بالنسبة لل Central Limit Theorem هي نظرية طبعا تهتم لما يكون عندي Random Variable Y زي ما تشوفوا هنا، والY هذا يكون عبارة عن مجموع N من الـ Random Variables الأخرى. إذن Y تساوي X1 زائد X2 وهكذا لعند XN. أوكي، ماذا لو كانت قيمة الـ N كبيرة جدا؟ فإن الـ Random Variable Y هذا يمكن تقريبا بـ Gaussian أو Normal Random Variable. يعني لما يكون عندي مجموع N من الـ Random Variables والـ N هذه كبيرة جدا، يمكن تقريب الـ Random Variable Y نعتبروه إن شنو؟ Gaussian أو Normal Random Variable. Normal Random Variable بغض النظر عن شنو اللي هو Distribution أو التوزيع الاحتمالي الخاص بإيش بـ X1 و X2 وهكذا لعند Xn. ما يهمش شنو التوزيع متاحن، ممكن يكون أي Random Variable، المهم أنه يكون عددهن كبير، والمهم أيضا أنه يكون شنو Independent. يبقى إذا كان عندي N Independent Random Variable مجموعات والN هذه كبيرة جدا، فيمكن تقريب random variable y اللي هو المجموع بايش بGaussian random variable او normal random variable. بقى شنو المين بتاعه؟ المين بتاعه قال لي ببساطه هو مجموع المينز للn random variables هذينا. بقى شنو الفارينس بتاعه؟ هو مجموع الفارينسز لكل من random variables هذينا. يبقى عندك الفارينسز هذينا تجمع يعطيك الفارينس من للy random variable، و عندك المين للراندوم فاريبلز هذينا تجمع يعطيك المين المن للراندوم فاريبل واي. وبالتالي هنا يكون عندي وصف كامل للجاوشن. زي ما تعرفوا ان الجاوشن راندوم فاريبل يكفي ان توصفه بتو بارامترز اللي هن المين وايش والفاريانس. اوكي، يبقى هذه هي السنترال ليميت ثيرم. اوكي، الان شنو الدافع ان نحن ندرسه في السنترال ليميت ثيرم، وخصوصا في ايش؟ في الهندسه الكهربائيه وتحديدا هندسه الاتصالات. في حقيقة الأمر إن نحن ندرس فيها واحدة من أهم التطبيقات في مجال الهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات اللي هي الثيرمال نويز. الثيرمال نويز أو الضوضاء الناتجة عن الحرارة في اللي هن في الريسيفرز. أوكي، في الريسيفرز نعتبره في النويز هذه اللي تولد في الريسيفر، نعتبره في الديستريبيوشن متاعها وكأنه نورمال أو غاوشيان راندم فاريبل. شنو السبب ان نحن نعتبره فيه Gaussian Random Variable؟ السبب هو Central Limit Theorem. زي ما ممكن تعرفوا ان الحرارة تأثيرها شنو؟ تأثيرها على الإلكترونات تسبب في ايش؟ في حركة الإلكترونات، ومن هنا كل إلكترون يبدأ يصدر في ايش؟ يصدر في فولتية معينة، او خلينا نقوله ان شنو حركة الإلكترون هي عبارة عن تيار. أوكي، يمكن اعتبار حركة كل إلكترون من الإلكترونات بأن شنو؟ بأن متغير عشوائي. فمثلا الإلكترون الأول ممكن نعتبره مثلا X1، الإلكترون الثاني يعتبره X2، وهكذا عند الإلكترون N نعتبره شنو؟ Xn. أوكي، رغم أن الديستريبيوشن لكل واحد من الإلكترونز هذينا هو غير معروف حقيقة، ما نش عارفين الديستريبيوشن هذا، ولكن في النهاية بكل نحن نجمعه في ناخذه في الفولتية المحصلة أو التيار المحصلة. والتيار المحصلة هو عبارة عن مجموع التيار الناشئ من كل إلكترون على حدة، أو الفولتية هي عبارة عن مجموع كل الفولتيات على حدة. تمام، بما أن عدد الإلكترونات في الريسيفر أو في موصل ما يكون عددهن طبعا كبير جدا، أوكي،
فبالتالي يمكن اعتبار الراندوم فاريبل واي اللي هو الفولتية الكلية يمكن اعتبارها انها شنو؟ انها عبارة عن غاوشيان اور نورمال راندوم فاريبل. وبالتالي يتم نمذجة الضوضاء الحرارية اللي هي الثيرمال نويز دائما شنو؟ كغاوشيان اور نورمال راندوم فاريبل. هذا واحد من التطبيقات الواسعة للسنترال ليبت ثيرم اللي هو في مجال الثيرمال نويز. يبقى الثيرمال نويز يمكن اعتبارها وكأنها شنو؟ غاوشيان راندوم فاريبل بمين مقدارها واي بار وبستاندرد ديفيشن قسم اسمه سيجما سب واي. اوكي زي ما تشوفوا هنا مكتوب بالاخضر ان براكتيكلي ممكن الان تكون اكبر بس من 30 يكون كافي جدا لتقريب اي راندوم فاريبل بأن يكون شنو غاوشين. يعني احيانا او تحديدا عمليا نعتبره اذا كان الان متاعك تساوي 30 يعني عندك مجموع مكون من 30 راندوم فاريبل هنا تقدر تقرب الراندوم فاريبل اللي هو راندوم فاريبل المجموع اللي هو احنا مسمينه هنا واي بايش بانه غاوشين راندوم فاريبل. نقطة اخيرة عن السنترال ليمت ثيرم هي ان السنترال يمكن طبعا عندها اثبات طويل واثباتها الاسهل هو يتم استخدام اللي هي الكاركترستيك فانكشن يمكن اثباتها باستخدام كاركترستيك فانكشن بعملية اكثر سهولة. لكن طبعا اللي هو الاثبات حيكون خارج سكوب للكورس هذا وبالتالي مش حندرسه الاثبات هنا. لكن ممكن بعدين لما نتطرق للمعمل احدى تجارب المعمل حنشوفوا ان في المعمل ان حناخذوا مجموعة random variables ونجمعوهن حناخذوا انها كلمة تزيد الان عندي فعلا كلام هذا يتحقق ويقترب random variable المجموع من ايش من الغاوشيان random variable. اوكي المهم جدا ان نعرفوا ان random variables هذين لازم يكون independent لازم يكون ايش independent random variable عشان تحقق central limit theorem. حناخذ نوعين الاخرات وباذن الله بعدين حنردوا ناخذ اكزامبل على سنترال ليمت ثيرم. النظريه الثانيه اللي هي ديموفغي لابلاس ثيرم او ديمويفر لابلاس ثيرم. النظريه هذه ببساطه تحول لي من باينوميال راندوم فاريبل او يمكن تقريب اي باينوميال راندوم فاريبل باستخدام الغاوشيان راندوم فاريبل لكن بشرطين اساسيات واللي هن مكتوبات امامكم. الشرط الاول ان الN لازم تكون لارج. عارفين انتو البينوميال راندوم فاريبل في بارامترز واحد من البارامترز الخاصات به اللي هي قيمة N. اوكي وN هذه نعتبره فيها مثلا عدد بيتس والله عدد محاولات والله وات ايفر يعني الN هذا اللي هو نمبر معين. اوكي الN هذه لما تكون لارج وحاصل الضرب الN PQ يكون أكبر بكثير من واحد. طبعا الN PQ هذين البارامترز خاصات بمن بالباينوميال راندوم فاريبل. فإذا كان عندي باينوميال راندوم فاريبل قيمة الN له كبيرة وحاصل ضرب الN PQ يكون أكبر بكثير من الواحد فبالتالي يمكن تقريب الباينوميال راندوم فاريبل هذا باستخدام الغاوشيان راندوم فاريبل. كيف نقربه؟ قال لي ببساطة نقربوه كالتالي. طبعا عشان توصف الغاوشيان راندوم فاريبل وصف كامل قلنا ديما محتاجين كميتين محتاجين كمية اللي هي المين او بارامتر المين ومحتاجين بارامتر اخر اللي هو الفاريانس او ستاندرد ديفيشن. قال لي اعتبر المين متاعك هو عبارة عن حاصل ضرب الان في البي والفاريانس متاعك هو حاصل ضرب الـ NP في Q أو الـ Standard Deviation هو عبارة عن الجذر زي ما مكتوب قدامكم جذر NPQ جذر حاصل ضرب NPQ. طبعا الـ Q اللي ما هوش عارفها الـ Q هي عبارة أصلا عن 1 ناقص P 1 ناقص P يبقى هذه هي الـ Q الـ Q هي 1 ناقص P. نعاود من جديد الـ ديموفري لابلاس ثيرم. الـ ديموفري لابلاس ثيرم تقول إنه يمكن تقريب الـ Binomial Random Variable بواسطة الغاوشيان راندوم فاريبل او بالغاوشيان راندوم فاريبل اذا تحقق لي شرطين اساسيين. الشرط الاول هو ان الان تكون لارج اوكي والشرط الثاني ان تكون يكون حاصل ضرب ان بي كيو يكون اكبر بكثير من واحد وبالتالي هذا يخليني نحول الباينوميال راندوم فاريبل اللي مكتوب هنا باينوميال نحوله الى ايش الى نورمال او الاسم الاخر له اللي هو شنو اور غاوشيان راندوم فاريبل. اوكي
الجاوشين طبعا محتاج انك تعرف المين بتاعه وال الستاندرد ديفيشن. بالنسبه للمين هو ان بي والستاندرد ديفيشن هو جذر ان بي كيو. هذه نظريه لابلاس دي موفري ثيرم. اوكي ننتقل للنظريه الاخيره اللي هي موجوده عندي تحت هنا اللي هي الباينوميال تو بوسون ابروكسيميشن. النظريه هذه قال لي يمكن تحويل الباينوميال راندوم فاريبل الى بوسون راندوم فاريبل اذا كانت الان لارج. يبقى نفس الشرط اللي فات، اذا كانت الان لارج واذا كانت البي سمول. يبقى تكون البي فيري سمول ولما تكون الان فيري لارج تقدر تحول الباينوميال راندوم فاريبل الى بوسون راندوم فاريبل. الشروط هذين اذا ما تحققنش ما تقدرش شنو ما تقدرش تطبق التقريب هذا. اوكي باهي، زي ما تعرفوا البوسون راندوم فاريبل ديما محتاج فيه بارامتر مهم اللي هو اللامدا. اللامدا كيف نجيبوها؟ قال لي اللامدا بكل بساطه خذ الان اضربها في البي. يبقى الباينوميال راندوم فاريبل نقدر نقربوه الى بوسون راندوم فاريبل، هذا باينوميال اوكي، وهذا من اللي هو البوسون راندوم فاريبل. اوكي اذا تحقق شرطين ان تكون الان لارج وتكون البي سمول. اوكي باهي، شنو اللامدا الخاصه بيش بالبوسون راندوم فاريبل؟ يعني زي ما تعرفوا ان البوسون عشان تعرف فلازم تعرف قيمه من اللامدا اس بي. بوسون معرف بواسطه من اللامدا دائما. لامدا يعني هذا واحد من اهم البارامتر اللي هو في البوسون راندوم فاريبل. اللامدا قال لي هي عبارة عن حاصل ضرب الان في البي، وهذه شنو النظرية الثالثة في نظرياتنا لهذا اليوم. اوكي الان خلينا نحلوا مثالين، واحد على النظرية الاولى والثاني على النظرية الثالثة. اوكي نبدو بالمثال الاول اللي هو الخاص بيش بالسنترال ليميت ثيرم. تمام، قال لي عندك راندوم فاريبل واي وهو عبارة عن حاصل جمع من حاصل جمع 100 من راندوم فاريبل اكس، يعني عندي من اكس واحد لعند اكس 100، حيث ان شنو؟ حيث ان الاكس الديستريبيوشن بتاعها شنو؟ يونيفورم راندوم فاريبل. يبقى الاكس اي عبارة عن شنو؟ عبارة عن يونيفورم راندوم فاريبل. قال لي عبارة عن يونيفورم راندوم فاريبل، الاي بتاعها بزيرو والبي بتاعها بكم؟ بواحد. يبقى هو عبارة عن uniform random variable ال A متاع بواحد والبي بكم؟ هذه ال A وهذه البي. الآن قال لي شن شكل distribution متاع ال Y. أوكي طبعا بما أن وقال لي شنو؟ قال لي أن ال random variables هذين independent، يعني شو معناها؟ يعني ال X1 independent عن ال X2 وال X2 independent عن ال X3 وهكذا، كلهن اندبندنت مع بعضن، ال100 اندبندنت عن ايش؟ عن بعضن او مستقلات عن بعض. تمام، الشرطين تحقن ان الان كبيره قيمتها 100 وان الراندوم فاريبلز هذين اندبندنت والواي تساوي مجموع الراندوم فاريبلز هذين. باه قال لي ذيرفور واي كان بي ابروكسيميتد اس شنو؟ اس جاوشن راندوم فاريبل، اس جاوشن راندوم فاريبل. تمام كيف نحسبه؟ طبعا عارفين انتو جاوشيان راندوم فاريبل معناها لازم تعرف المين والفارينس بتاعها. طبعا تطبيقا للنظريه اللي فاتت باستخدام طبعا هنا عرفنا ان جاوشيان لان السنترال ليميت ثيرم تقول هيك. اوكي عاده يختصروا فيها السي ال تي. السي ال تي تقول ان شنو؟ لما يكون عندك مجموع راندوم فاريبل يساوي مجموع ان من الراندوم فاريبلز الاخرى، حيث الان هذه كبيره والراندوم فاريبلز هذين اندبندنت، قال لك تقدر تقرب الراندوم فاريبل المحصله هذا ب جاوشين راندوم فاريبل بمين يساوي مجموع المينز للاخرات وبفاريانس يساوي مجموع الفاريانسز للاخرات. تمام، السؤال الان كيف نحسب المين والفاريانس؟ المين هو عباره عن شنو؟ عباره عن مجموع المينز للمن. يبقى المين شنو يساوي؟ من اي تساوي 1 الى 100 للمينز بتاعت من؟ الاكس اي. اوكي باه، كيف نحسب المين للاكس اي؟ هذا يونيفورم راندوم فاريبل، ان يونيفورم راندوم فاريبل المين بتاعه شنو هو؟ المين بتاعه عباره عن خذ الاي اجمعها مع البي واقسم على 2، يبقى 0 زائد 1 على 2 والنتيجه تعطيني كم؟ نص.
باي هنا عندي 100 راندوم فاريبل، كل واحد منهم المين متاعه بنص ومتشابهات، فنقدر ناخذ 100 نضربها في نص، وبالتالي نتيجة تعطيني كم؟ تعطيني 50. اوكي، يبقى 100 في نص 100، ليش؟ لان عددهم 100. اوكي، فانا نبي نقول نص زائد نص زائد نص 100 مره، يبقى كانه 100 في نص وتعطيني شنو؟ الان اسف الواي بار هذه بكم؟ ب 50. تمام، نجو تول الفارينس. الفارينس حتى هو ببساطه قال لي شنو؟ قال لي عباره عن يساوي الفارينسز للاخرات اللي هي من اي تساوي 1 لعند كم؟ لعند 100. لكن اللي نحن ما نعرفوش الفارينس للمن؟ لليونيفورم راندوم فاريبل. وهذه بكل بساطه كيف ما نعرفه من قبل، ان الفارينس لليونيفورم راندوم فاريبل هو عباره عن البي ناقص اي تربيع على 12. البي بكم؟ بواحد، والاي بصفر تربيع، واحد ناقص صفر بواحد تربيع، حيقعد واحد زي ما هو، ويقعد واحد على 12. تمام، يبقى هنا كم حيقعد الفارينس؟ عندي 100 واحد على 12، يعني واحد على 12 زائد واحد على 12 تبي تديرها 100 مره، اذا تساوي 100 في واحد على 12، وبالتالي حيكون عندي حيكون عندي الفارينس 100 على 12. وهذا يؤدي الى ان ان الستاندرد، طبعا هذه سكوير، معلش هذه سكوير، اوكي، يعني فارينس، وهنا نفس القصه سكوير الفارينس يساوي هيك. باي الستاندرد ديفيشن شنو يساوي؟ ستاندرد ديفيشن هو ببساطه الجذر التربيعي للكلام هذا، يبقى 100 على 12، وهذا قيمه من ستاندرد ديفيشن. تم، يبقى الجاوشن راندوم فاريبل واي او الواي هي عباره عن شنو؟ حتقعد الواي هي عباره عن نورمال ديستريبيوشن بمين كم؟ مين قيمته 50، وبستاندرد ديفيشن قيمته كم؟ جذر 100 على 12 اللي هي نفسها ان 50 جذر ال 100 كم؟ 10 على جذر 100 اللي هو 10 على جذر 12. اوكي، يبقى 10 على جذر 12. اوكي، يبقى هذا هو الديستريبيوشن الجديد لمن الواي. اوكي، هذا مثال كان على من كان على اللي هو السنترال ليميت ثيرم. اوكي، الان ننتقل للمثال الثاني واللي هو يتحدث عن الليمت ثيرم الاخيره. المثال هذا شنو يقول؟ يقول لي ان عندي كوميونيكيشن سيستم، الكوميونيكيشن سيستم هذا البروبابيلتي اوف ايرور للبت الوحده هو عباره عن ايش؟ قيمته بي، وبي هذه تساوي 10 اس ناقص 3. تمام، قال لي شوف البروبابيلتي ان بلوك من 1000 بيتس، تمام، يبقى الان عندي بألف، يسبب في 5 اخطاء او اكثر، 5 or more errors. اوكي، الان نوع المسائل هذينا يمكن نمذجتها حقيقه باستخدام البينوميال راندوم فاريبل. اوكي، يبقى المسائل لما يكون عندي ان عندها رقم معين وتبي تشوف الايرور لتشانك او جزء معين من السلسلة هذه الكاملة اللي هنا الـ N بألف مثلا، هذا نوع من المسائل أو الظواهر يتم التعامل معه أو يتم نمذجته بواسطة شنو؟ البينوميال راندوم فاريبل. أوكي، وهذه شفناها في المحاضرة اللي هي اللي تتحدث عن إيش؟ عن أنواع الراندوم فاريبلز. أوكي، لكن بما أن الـ N تساوي 1000 والبي تساوي واحد من الألف اللي هي 10 ناقص 3، يمكن ان نقربوا البينوميال راندوم فاريبل بواسطة شنو؟ او ممكن نقربوه الى بواسون راندوم
variable. بي لامدا شن تساوي؟ تساوي n في البي. يبقى لامدا تساوي 1000 في 1 على 1000، وبالتالي لامدا تساوي كم؟ تساوي 1. يبقى بي لامدا تساوي 1. اوكي، هذه الخطوة الأولى. اوكي، الان لأن الان لارج، اوكي، ولأن البي سمول، فيمكن تقريب الباينوميال راندوم فاريبل إلى بوسون راندوم فاريبل. اوكي، يبقى هذا الجزء الأول، وقيمة اللامدا تطلع 1 نتيجة حاصل الضرب اللي أمامك. كويس بكر. الآن هو شن طالب؟ طالب إن نجيب البروبابيليتي الكي تساوي أكبر أو تساوي 5. طبعاً الكي ممكن من 5 لعند 1000، لأن عندي 1000 بت، فأكبر أو يساوي 5 شو معناه؟ ممكن يكون في 5 أخطاء، ممكن يكون في 6 أخطاء، لعند 1000 خطأ. طبعاً ما تقدرش تفوت أكثر لأن كلهن 1000 بت، أوكي؟ فبالتالي أكثر احتمال ممكن هو عندك 1000 خطأ. به البروبابيليتي هذه شنو تبي تدير فيها؟ تبي تشوف البروبابيليتي انه يكون عندك 5 اخطاء، وبعدين تبي تشوف البروبابيليتي انه عندك 6 اخطاء و7 اخطاء، وهكذا لعند تشوف بروبابيليتي عندك 1000 خطا. هذه عمليه مجهده جدا. في طريقه اسهل، هي ان البروبابيليتي ان كي اكبر او تساوي 5 هي نفسها البروبابيليتي نتاع 1 ناقص بروبابيليتي الكي اقل من 5. اوكي، يعني انتو زي ما تعرفوا ان محصلة البروبابيليتي كلها شن تساوي؟ تساوي 1. اوكي، لما تكامل او تجمع جميع البروبابيليتي تساوي 1. الان لما تبي تاخذ انت البروبابيليتيز من 5 لعند 1000 هي نفسها البروبابيليتي متاعت الكي من 0 لعند 4 مطروحة من ايش؟ من 1، لان الاجمالي كله من 0 لعند 1000 كله يساوي 1. انت تبي جزء الايش اللي هو من 5 لعند 1000، فهذا يساوي 1 ناقص الجزء اللي هو من 0 لعند 4. اوكي، فهذا اللي نبي نديروه. ليش درنا هيك؟ عشان يقلل عليا شنو عدد الحالات. يعني بدل ما نجمع 996 probability، لا، نجمع كم؟ 5 وحدات ونطرحها من 1، وانتهت شنو العملية هذه. اوكي، طبعا هنا 1001 حالة يطلع. ليش؟ لان عندي 0. اوكي، حتى هي جزء من ايش؟ من probability. تمام. الان استكملوا الحل. كي اكبر او تساوي 5، 1 ناقص probability للكي تساوي 0، صح؟ خلينا نديروا قوسك. زائد probability للكي تساوي 1، زائد وهكذا لعند probability كي تساوي 4. يطلع 5 حالات بالضبط. باه، كيف نحلوهن؟ وحده وحده. الكي تساوي 0، اوكي، الكي تساوي 0. طبعا انتم عارفين ان البوسون راندوم فاريبل او الدنسيتي للبوسون راندوم فاريبل شنو يساوي؟ هو عباره عن لامدا اس كي في اكسبوننشال ناقص اللامدا على مضروب الكي. الكي في الحاله الاولى قيمتها كم؟ 0، فتبي تعوض عليها. لامدا الصفر في اكسبوننشال اللامدا اللي هي خطرها لامدا كم جبناها؟ بواحد، على كم؟ على مضروب الصفر، زائد طبعا نديروا قوس هنا، زائد 1 اس 1 لان لامدا اس كي والكي بتقعد 1 هنا، في اكسبوننشال ناقص 1 على مضروب الواحد، زائد الاثنين. بعدين عندي لامدا بواحد أس اثنين إكسبوننشال ناقص لامدا اللي هي بواحد على مضروب اثنين، بعدين واحد تكعيب إكسبوننشال ناقص واحد على مضروب الثلاثة، زائد واحد أس أربعة إكسبوننشال ناقص واحد على مضروب من الأربعة. وبالتالي هذه حالة الكي تساوي 0، هذه الكي تساوي 1، هذه الكي تساوي 2، هذه الكي تساوي 3، وهذه الكي تساوي 4. 1 ناقص الكل ناقص القوس هذا حيعطيني البروبابيليتي لمن الكي اكبر او تساوي 5. طبعا واضح جدا تقدر تاخذ اكسبوننشال ناقص 1، هذا عامل مشترك لان فيهن كلهن. اوكي،
وأتخلي البيج. تمام؟ فممكن نخلو الحل كالتالي. الصيغة هذه exponential ناقص واحد طلعوها برا، وتقعد شنو؟ تقعد واحد أس صفر على مضروب الصفر زائد واحد أس واحد على مضروب الواحد زائد واحد أس اثنين على مضروب اثنين زائد واحد أس ثلاثة على مضروب الثلاثة زائد واحد أس أربعة على مضروب الأربعة. طبعا ممكن تحل باستخدام الآلة الحاسبة والناتج يطلع معك 0.00366. وهذه احتمالية ان يكون عندي كم؟ 5 اخطاء فما فوق. احتمالية شنو؟ مش كبيرة. يبقى احتمالية ان يكون عندك في 1000 بت ان يكون عندك 5 اخطاء فما فوق هي كم؟ هي تقريبا 366 من 100,000 تقريبا. اوكي، 366 من كم؟ من 100,000. يعني 366 بت من كم؟ من 100,000 بت. او ممكن قربوها اكثر، تقريبا 3 من كم؟ من كل 1000. 3 من كل 1000. اوكي، يبقى هذه probability انه يحدث عندي 5 اخطاء فما فوق. واحد يتساءل يقول ليش نحن استخدمنا البوسون. اوكي، واحد يتساءل يقول نحن ليش استخدمنا البوسون في الحالة هذه. لو تبي تستخدم الباينوميا حتكون العملية معقدة أكثر. أوكي، باستخدام باينوميا خصوصا زمان ما كان الآلات الحاسبة يعني يكون فيها العملية هذه شنو أصعب بكثير. أوكي، إنك توجد، فكانت البوسون أسهل لأن البوسون يستخدم في الإكسبوننشل. أوكي، فبالتالي تكون أسهل واجد من الباينوميا، لأن الباينوميا اللي يستخدم في المضاريب بشكل شنو كبير. هنا المضروب يستخدم فيه بس في المقام، لكن في الحالة الأخرى يستخدم فيه في عدة مرات. وممكن ترجعوا لصيغة الباينوميا وحتشوفوا أنها أصعب بكثير من اللي هي من البوسون راندفالي. فالتقريب هذا كان مفيد جدا في أوقات سابقة، وحتى الآن ممكن أن يكون شنو ممكن يكون مفيد. أوكي، هذا الجزء اللي يتعلق بيش بالليمت ثيرم. نجول الجزء الأخير اللي هو يتعلق بيش بالفانكشنز أوف function of random variable أو transformation of random variables. أوكي، في الجزء هذا بإذن الله هنتكلم على عملية تحويل من random variable إلى آخر. إذا كان عندي random variable X نبي نحول random variable Y. أوكي، وأنا نعرف شنو density function للX، لكن ما نعرفش density function الخاصة بمن اللي خاصة بY. السؤال الآن كيف نوجد الـ density function الخاصة بY؟ العلاقة اللي بعدها هذه المديورة في الصندوق الأحمر هذا اللي أمامكم تورينا كيف نجيبوا الـ density function لمن الY. قال لي عبارة عن الدير summation للـ density function عند الروت. طبعا خطرها يعني في ديما دالة تربط الY والX، طبعا اللي هو البوكس هذا. أوكي، البوكس هذا كأنه شنو الدالة او السيستم اللي يحول من x ل y. هي عبارة عن معادلة، يعني مثلا خلينا نقوله y تساوي ax تربيع، والله y تساوي ax، وهكذا. فشنو تقول العلاقة؟ تقول لك ان الدنسيتي فانكشن لل y هي عبارة عن الدنسيتي فانكشن لل x مقسومة على تفاضل العلاقة هذه. ليش summation؟ لأن الدالة هذه ممكن تكون عندها روت واحد وممكن يكون عندها أكثر من روت. أمتى تكون عندها روت واحد؟ لما تكون الدالة خطية، لكن ممكن تكون مش خطية، تكون X تربيع. X تربيع كم عندها روت؟ عندها 2 روتس. فبالتالي هنا حاط كل الاحتمالات الصميشن هذا لعدد الروتس اللي عندك في الدالة هذ، حلول المعادلة هذ. بمعنى آخر أنت حتستخدم الحلول المعادلة. لو عندي حل واحد هتجد من الآي من حيحول الصميشن يختلف. لو عندي حلين معناه شنو بندير؟ نبندير الجمع هذا مرتين. الخلاصة ان هذه هي العلاقة اللي نطلع منها الـ density function لمن الـ y بواسطة الـ density function بتاع الـ x والمعادلة هذه. يبقى انا محتاج الكميتين هذين، محتاج الـ density بتاع الـ x ومحتاج شنو؟ ومحتاج العلاقة اللي تربط من؟ اللي تربط الاثنين هذين. اوكي، ناخذ مثال بعد شوية يورينا شنو، يورينا كيف نحسبه
الدنسيتي للواي اوكي او كيف نطبق القانون هذا بشكل اسهل. طبعا للتوضيح جي داش اكس اي هذه هي شنو، هي عباره عن تفاضل الداله هذه، وهذه اللي مكتوبه هنا. وطبعا الاكس الاكس اي معناه شنو، عند قيمه الاكس اي يعني اوكي، يعني الاكس اي هذه مقصود بها الروت، مثلا الاكس واحد معناه الروت الاول، الاكس اثنين اللي هي الروت الثاني، الاكس ان معناه هي الروت شنو ان اوكي. فهذا كيف نديره تحويل من راندوم فاريبل الى اخر، يعني كيف نحسب الدنسيتي امتها. تمام اوكي. المثال هذا طالب مني اني نحسب الدنسيتي فانكشن لمن، طالب مني اني نحسب الدنسيتي فانكشن للواي اوكي. قال لي افرض ان العلاقه بين الواي او الراندوم فاريبل واي يساوي راندوم يساوي اي في اكس تربيع، اكس هذا الراندوم فاريبل، حيث ان الدنسيتي فانكشن للاكس هي عباره عن نورمال ديستريبيوشن من نورمال ديستريبيوشن، المين بتاعها بصفر و الفارينس بتاعها بواحد. طبعا هذا ستاندرد نورمال، العاده هذه الحاله هذه نسمو فيها ستاندرد نورمال راندوم فاريبل اوكي. المطلوب شنو؟ المطلوب ان نبي نحسب الدنسيتي فانكشن للواي اوكي. يبقى انا شنو اللي عطاها لي؟ اللي عطاها لي ان هي شنو، هي الدنسيتي فانكشن للاكس، وعطاني العلاقه اللي تربط الاكس والواي اللي هي شنو جي اوف اكس، وطلب مني شنو ان نجيب الدنسيتي فانكشن للواي اوكي. عشان نحل المساله هذه انا مطلوب مني ثلاث حاجات نجيبهن اساسيين. اول حاجه نعرف الدنسيتي فانكشن للاكس، ونعرف تفاضل العلاقة، وبعدين ونطلع الروتس امتاعات من الاكس. لو جبت الثلاث حاجات هذينا نقدر نجيب الدنسيتي فانكشن المن للواي اوكي. نقدر نجيب الدنسيتي فانكشن للواي اوكي. الخطوة الاولى اذا او اول شيء يهمنا هو شنو، هي الدنسيتي فانكشن للاكس. الدنسيتي فانكشن للاكس هي طبعا جاوشن ستاندر نورمال. ستاندر نورمال هي هكي، هذه الدنسيتي فانكشن بتاعها 1 على جذر 2 باي اكسبوننشال ناقص اكس تربيع على 2، حيث ان الاكس بين كم، بين الماينس انفينيتي والبلس انفينيتي. هذه واحد، هذه اول حاجه. طبعا كيف جبتها؟ هي عباره عن نفس الصيغه العامه، ولكن عوضت فيها بالمين بكم، بصفر، وعوضت بها عن الفارينس بكم، بواحد. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أني نجيب جي داش إكس أوكي. أنا نعرف أن جي أوف إكس معطية فوق هي أي إكس تربيع أوكي. جي داش إكس هي فاضل بالنسبة للإكس بس، فهي 2 أي إكس، عارفين أنتو إكس تربيع تفاضلها 2 إكس، فيطلع شنو تفاضل 2 إكس أوكي، 2 أي إكس أسف. به شنو الجزء الآخر اللي مطلوب مني؟ اللي مطلوب مني هو ايجاد الروتس اوكي. كيف نوجد الروتس؟ نحن نعرف ان الواي تساوي اي اكس تربيع اوكي، وهذا يدل يشيلنا شنو، ان اكس تربيع تساوي واي على اي، باهي واي على اي وهذه اكس تربيع مزبوط. معناها الاكس شنو تساوي؟ الاكس تساوي عندها حلين، حنقوله اكس واحد واكس اثنين لانها معادله تربيعيه. الحل الاول هو الحل الموجب جذر واي على اي، ولكن ممكن تكون سالبه، ممكن جذر اسف سالب جذر الواي على اي. هذا الروت الاول روت 1 وهذا الروت 2 اوكي. الان نبي بس نجيب حاجه اخرى اللي هي جي داش عند الاكس 1 اللي هي 2 اي اكس. الاي اكس الاولى شنو تساوي؟ يبقى 2 اي جذر واي على اي صح، وبعدين نجيبوا الجذر الثاني اللي هو الجي داش عند قيمه الاكس 2 اللي هو حيساوي شنو، سالب 2 اي جذر واي على اي اوكي. طبعا عندي اي وعلى جذر اي، شنو حيطلع منها؟ حيطلع منها 2 جذر اي واي هذا الاول، والثاني حيقعد شنو، انفصل هنا، الثاني حيقعد 2 ناقص جذر اي واي اوكي. يبقى هذا الروت الاول وهذا الروت الثاني. لا خلاص نطبق في
المعادلة الرئيسية. اوكي نبدأ الآن عبارة عن نطبق فيش معادلة رئيسية. ما ننسوش ان احنا جبنا القيم هذين كذا. اوكي المعادلة الرئيسية شنو تقول؟ تقول الدنسيتي للواي هي عبارة عن الروت او عن عبارة عن شنو؟ الدنسيتي للاكس. اوكي اللي هي واحد على جذر اثنين باي اكسبوننشال ناقص اكس ترمي. بس عوض بيش؟ عوض بالاكس تربيع. يعني بالاكس تربيع الاكس تربيع شنو تساوي؟ تساوي واي على اي. اوكي يبقى تساوي الاكس تربيع تساوي ايش؟ واي على اي. يبقى ناقص واي على اي على من؟ على الابسولوت فاليو لل لدالة التفاضل معوض بها عند الاكس واحد جذر اي واي تمام. زائد خذ نفس الدنسيتي بس عوض بيها بايش؟ عوض بيها في جذر 2 باي. عوض بيها الان بالروت الثاني. اوكي اسف مش بالروت الثاني هو اللي عندي. طبعا الاكس 2 تربيع حتكون واي على اي لان 2 يعني سواء اكس 1 ولا اكس 2 ربعتها حترد شنو المعادله هذه؟ واي على اي. فبالنسبه للبسط هو نفس الايش؟ نفس البسط اي ناقص واي على اي. اوكي مقسومة على من؟ مقسومة على الابسولوت فاليو للروت الثاني. الابسولوت فاليو هذا شنو حيصير فيها؟ حتحول بس اشارة الناقص تجد 2 جذر اي واي. اوكي وبالتالي لاحظوا حاجة، لاحظوا ان المقدار هذا المقدارين متشابهات هو نفسها. اوكي ونص الأول ونص في الثاني، نص ونص يعطاني كم؟ يعطاني واحد. وبالتالي الدنسيتي اللي هي الاف واي اوف واي، خلينا نرقي بس فوق عشان تبان معانا الاف واي اوف واي، حولوا هذه الاف واي اوف واي هي عبارة عن واحد جذر اثنين باي في اكسبوننشال ناقص واي على اي مقسوم على جذر اي واي، حيث ان الواي اكبر من الصفر. طبعا ليش الواي اكبر من الصفر؟ اكبر من الصفر لان الواي تساوي الاكس تربيع. يعني لو كانت الاكس سالبه لما تربع تعطيني شنو؟ قيمه موجبه. ولو كانت الاكس موجبه حتعطيني قيمه شنو؟ موجبه. فبالتالي الواي ديما قيمتها شنو؟ ديما قيمتها موجبه. وقيمه موجبه معناها واي اكبر او تساوي شنو؟ الصفر. وهذه الدنسيتي المن الخاصه ب اللي هو الراندوم فاريبل واي. هذا كيفيه ايجاد الدنسيتي الخاصة بالراندوم فاريبل واي. الجزئية هذه باش نأكد عليها تتطلب مني لإيجاد الراندوم فاريبل واي، يتطلب منك شنو؟ انك تعرف الدنسيتي للإكس وتعوض بيها مرة عند الروت الأول ومرة عند الروت الثاني وهكذا لعند الان من الروت. مرات يكون عندك 3 روتس، مرات يكون عندك 4، مرات يكون روت 1، بتعوض بين حسب عدد الروتس اللي عندك. ونفس الشيء تبي تدير المقام، المقام يتطلب منك انك تجيب جي داش اكس. جي داش هذه مش الدنسيتي، هذه معادله اللي تربط واي واكس، بتفاضلها وبتعوض بيها بقيم الاكس، بتعوض عن قيم الاكس فيها. فنفس الشيء ممكن توجدها عده ايش؟ عده بحسب عدد الروتس. يعني لو كان عندي روتس 4 معناها شنو؟ توجدها 4 مرات. لو كان عدد الروتس 1 توجدها مره واحده. اوكي فاللي مطلوب مني ان الدنسيتي للاكس والداله اللي تربط واي واكس وعدد الروتس من الداله اللي تربط واي واكس. اوكي وبالتالي تقدر توجد الدنسيتي فانكشن الايش؟ الواي. هذا الدرس هذا اللي هو ترانسفورميشن اوف راندوم فاريبلز. الترانسفورميشن اوف راندوم فاريبلز وين قبلنا الدرس هذا؟ قبلنا او الموتيفيشن الدافع له ان في حقيقه الامر ان في الكمبيوترات مثلا على سبيل المثال ديما اللي سهل الجينيريشن بتاعه اللي هو اليونيفورم راندوم فاريبل. فاليونيفورم راندوم فاريبل هو اللي نقدر يعني نقدر نديروا له بروجرام بسهوله يتم ايش؟ توليده. به الان لو نبي نوع اخر من راندوم فاريبل تدخل داله معينه، الداله هذه تعطيك نوع الراندوم فاريبلز ايش؟ نوع الراندوم فاريبل واي. فبالتالي اليونيفورم ممكن تدخل على داله معينه يعطيك راندوم فاريبل اخرى مثلا اكسبوننشال.
غاوشيان ممكن يكون او اي راندوم فاريبل اخرى. هذا تطبيق للترانسفورميشن اوف راندوم فاريبل في الحقيقه موجود يعني في الكمبيوترات، انك ممكن بداله معينه تغير من اكس لواي. به وين اخرى يكون موجود؟ زي ما تعرفوا ان مثلا في الكوميونيكيشن ان الموديليتر والديموديليتر بشكل عام هن أجهزة شنو؟ هن نان لينير ديفايسز، يستخدم في نان لينير ديفايسز، يستخدم في دايودز وترانزستورز مثلا وهكذا يعني. فممكن تكون النويز عندي مثلا، ممكن تكون النويز هنا غاوشيان، لكن بعدها تدخل على شنو؟ تدخل على نان لينير ديفايس يتغير إلى راندوم فاريبل أخرى غير الغاوشيان. طبعا عارفين لو انها هي غاوشيان وهنا كانت العلاقة لينير حيقت شنو؟ حيطلع غاوشيان نفس ما هو الغاوشيان بلينير فانكشن يطلع شنو غاوشيان. لكن احيانا يكون شنو؟ نان لينير الترانسفورميشن اللي موجود عندي هنا، وبالتالي يطلع راندوم فاريبل جديد واي. بين الراندوم فاريبل الجديد هذا اللي طلع كيف نحسب الدنسيتي فانكشن بتاعه؟ قال لك بس حاجة واحدة، اعرف معادلة جهازك ديفايس، معادلة أو الترانسفير فانكشن بتاعه اللي تربط الواي مع الإكس، وقال لك بواسطتها تقدر تطلع الدنسيتي فانكشن للواي هنا شن تساوي. أوكي، هذا تقريبا كل شيء يتعلق بإيش بالترانسفورميشن أوف إيش أوف راندوم فاريبلز. في محاضرة اليوم إذن تكلمنا عن موضوعين، تكلمنا عن الليمت ثيورمز وتكلمنا عن إيش عن ترانسفورميشن أوف راندوم فاريبلز، وبالتالي يكون غطينا جميع المواضيع اللي نحنا نبي نغطوهن في جزئية probability and random variables. انتلاقوا ان شاء الله في الشق الثاني اللي يتعلق بحاجة سموا فيها stochastic processes او random processes. اوكي، شكرا جزيلا على المشاهدة، والى اللقاء في محاضرة اخرى باذن الله.